عن عموم المحاميات والمحامين، اغلبهم لبوا نداء جمعيه هيئه المحامين المغرب، حضروا بقوه معبرين عن غضبهم مما يحاك، ليس ضد المهنه فقط، ليس ضد المهنه فحسب. واهم من يظن باننا نبتغي تشريعا او نبتغي قوانين لدواتنا، وانما المحامي هو صوت للمتقاضي، هذا المتقاضي الذي شيع له وقدر له وتحاك ضده بعض المعطيات اللا دستوريه واللا ديمقراطيه من قبيل ما عاينتم في مشروع قانون الاصلاح المدنيه الذي يحاول تفييئ المتقاضيين حسب تقديرات ماديه، هذا يتقاضى لمبلغ وهذا يتقاضى لمبلغ، وحينما سكت اهل السياسه او البعض من اهل السياسه كان على المحامي ان يتحرك لانه دون فحه حقوقيه ليدافع عن من يمثله. نحن نمثل المتقاضين داخل ساحات المحاكم، جئنا بصوت واحد لنقول بان بعض النصوص وبعض ما جاء في مسوده او ما جاء في مشروع قانون المصالح المدنيه هو لا دستوري ولا ديمقراطي، نحن لسنا عدميين حتى نعدم كل النصوص، وانما نؤكد ما سكت عنه اهل السياسه وهم يصوتون بالامس القريب على هذا المشروع في قبه البرلمان، وانتم عاينتم لان رئيس البرلمان او رئيس ذلك اللقاء هنأهم لانهم دخلوا التاريخ حسب رايه، وفي راينا خرجوا من ابواب صغرى، خرجوا من ابواب صغرى حينما شرعوا لمقتضيات كالماده 17 التي تضرب في العمق، التي تضرب في العمق التأبيد او التي تضرب حشية الاحكام، وحينما شرعوا لمبالغ من قبيل 30,000 درهم، من قبيل 80,000 درهم كحق للطعن، وهم يشرعون ربما لغايات ما ظهر منها اقل مما كان خفيا، وبالتالي حينما سكت هؤلاء تحرك المحامي، لم نتحدث عن قوانين خاصة وان كان ذاك حق لنا، لم نتحدث عن قوانين المصدر المدنية لان صاحب او المتقاضي في حدود 20,000 30,000 درهم 10,000 درهم، ما هي قيمة الأتعاب حتى لا يقال بأننا نتحدث عن مبالغ بغية في مصالح شخصية، الأتعاب بالمقارنة مع المبالغ المطالب بها هي أتعاب ليست بالكثيرة، هي أتعاب قليلة، وبالتالي نحن نتحدث عن الحق في التقاضي، عن الولوج المستمرة للعدالة من خلال مشروع قانون المصدر المدنية، من خلال مشروع قانون المصدر الجنائية الذي لا أخاله حسب بعض الجهات الرسمية إلا أنه أخذ مساره التشريعي، من خلال قانون مهنة المحاماة الذي علمنا وفي بشكل غير متفق عليه أنه يحال على الأمانة العامة الحكومة، لهذا تحرك المحامي، لهذا تواجد المحامي. سؤالكم سيمونية تتحدثون عن ماذا بعد، فإننا نقول سنسلك جميع الأساليب المصدرية القانونية التي خولنا إياها الدستور، تنبأنا خيرا لدستور سنة 2011 وهو كذلك، ولكن ما نعاينه اليوم هو ردة، هو انتكاسة، هو التفاف عن بعض الحقوق التي منحنا إياها الدستور كمتقاضين كمواطنين، وبالتالي فإن الدفاع سيعمل على تحريك الآليات المصدرية داخل غرفة الثانية لطرق باب المحكمة الدستورية إن لزم الأمر، سنتحرك وسندفع في الاتجاه وإن كانت أيادينا لا تسمح بذلك نظرا للوكلة التشريعية التي هي مخصصة لمن هم بالداخل لبعض المؤسسات المحصورة نصا، ولكن لنا من الآليات كهاته الأساليب النضالية ما يجعل صوتنا يتعين أن يسمعه من هم في داخل قنبة البرلمان، أن يسمعوا صوت المتقاضي، أن يسمعوا صوت المواطن الذي يبح صوته لينادي بأنه الحق لي في الولوج المستنير إلى العدالة. به أختم، سنطلق هذه الأبواب وستستمر نضالاتنا لأنه ما خولنا إياه المشرع إذا لم تكن النفحة الحقوقية في المحامي فماذا ننتظر؟ فممن ننتظره؟ نحن رجل واحد، كلمة رجل واحد، الدفاع اليوم تحرك ليدافع عن حقوق المتقاضي بالدرجة الأولى وليست عن أهداف أو مطامع أو مبتغيات شخصية كما يحاول البعض أن يصور ذلك. نحن لسنا ضد شخص، نحن لسنا ضد رجل، نحن لسنا ضد مسؤول، نحن ضد بنيان، نحن ضد نمط،
نحن ضد إرادة غير، نحن ضد اختيارات غير صائبة، نحن ضد إرادة لا دستورية ولا ديمقراطية من خلال مشاريع القوانين التي تحاك وتصاغ بسرعة البرق. ولا أخال إلا أنكم ستتذكرون جميعا كلمة رئيس مجلس النواب أو رئيس الغرفة الأولى حينما قال لهم وابقوا الأغلبية تخرجوا حتى يسقط النص. يمكن أن يستشف من خلال هذه الكلمة ما يستشف. أما أجوبتنا عن السيد الوزير في تلك الخرجات في تلك الحركات الإعلامية سواء خارج هذا المنبر أو داخل قبة البرلمان، فإننا نتحدث كرجال القانون، نحن أكبر من الرد بكذلك أسلوب. شكرا.